تتحدث مصر عن نفسها في مدينة الفنون والثقافة، مسلة صان الحجر ترقب خطوات الموسيقار نادر عباسي، وهو يدخل بوابة مكتبة العاصمة. وما أن يدخل يستقبله تمثال الكاتب المصري الجالس وآلاف الكتب التي ينتخب منها عباسي كتاباً لموسيقى الأطفال. مبدئياً كاستخدام مدينة الفنون والثقافة كقوة ناعمة، دي حاجة قد إيه أنا سعيد بيها، إن إحنا يمكن من المرات القليلة جداً اللي إحنا فكرنا الصح تماماً. ليه بقى؟ ما بنعملش مدينة وفيها عمارات وفلل وجناين بس، لا، هي مدينة ابتدينا بالثقافة والفنون والرياضة. مدينة الفنون والثقافة برضو مساحة من الأرض تتجاوز 120 فدان، فيها دار الأوبرا الأكبر في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، دار قاعة أوبرا تتجاوز ساعتها 2500 كرسي، عدد من المسارح المغلقة والمفتوحة، فيها مكتبة عدد كتبها يتجاوز 25,000 كتاب بما فيهم كتاب وصف مصر، فيها متحف العواصم عبر العصور. استضافت بالفعل بعض الفعاليات، ويعني بدأت بالفعل تقريبا عملية التشغيل. بالنسبة كمواطن عادي ان يكون في العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ثقافة وفنون، ده طبعا لأي مواطن مصري بيبقى نوع من أنواع الأمل. بالنسبة لي أنا كمتخصص، بالنسبة لي ده يعتبر حلم وتحقق، وبيتحقق بشكل أنا شايفه شخصيا إنه على أعلى مستوى. المكان نفسه كلنا نقدر نتقابل فيه، فنانين ومثقفين كلنا نقدر نتقابل، ويبقى فيه تبادل فني وثقافي في مكان واحد كلنا نقدر نبدع فيه. موقع مدينة الفنون والثقافة عالمياً، لا، هو إبهار بجد، لأن في العالم كله طبعاً الأوبرات طبعاً قديمة، وفي أوبرات حديثة طبعاً معمولة بشكل مميز جداً، ولكن يبقى عندنا في الشرق الأوسط مدينة كاملة بهذا الحجم وفيها قاعات ديت بالتكنولوجيا ديت عالمياً، هتلاقي كل الأوركسترات وكل الأوبرات في العالم أكيد هيبقوا حابين جداً إنهم ييجوا يشتركوا هنا. هنا هتكون شباك للمصريين على العالم كله.